سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير على بركة الله. اليوم حنوري لكم طريقة تحضير بوراك بالجمبري بالكريفات بصلصة بزاف بنينة. تقدروا توجدوها ان شاء الله لشهر رمضان الكريم وكذلك لمناسبتكم السعيدة. حنحاول نوصلها لكم مثل المطاعم والبنة ما نحكي لكم شو دابيتود ما عارفين نديرو. البوراك كاين بزاف يعرفوا بوراك تاع الجمبري لي كروفات بالبيشاميل، صلصة البيشاميل. اليوم حنوصيه لكم بطريقة مختلفة تماما. الو على بركة الله. واش تحتاجوا؟ عندي ورق ديول، فوالا ورق ديول من النوعية الجيدة. عندي كمية من لي كروفات الجمبري، فوالا كونجلي البنات. لا عندكم فري معليش. عندي كمية من الجبن شيدار المبشور. عندي زوج معارف كبار بومبي مارغارين، يعادلها زوج معارف كبار بومبي فارينا. زوج كيسان حليب 220 مليلتر. عندي كمية من المعدنوس قطعته صغير وخليت هدايا بوغ لا ديكوراسيون. عندي نسحق بودرة الثوم اللي خدمتها معاكم، فلفل الكحل، شوية راس الحانوت والكمون. على بركة الله نبداو خفيف ظريف. الو نحكمو طنجرة، فوالا دير فيها زوج مغارف كبار مارغارين. شوفوا لا درتو زوج مغارف كبار مارغارين ديرو زوج مغارف كبار فارينة، لا درتو ثلاثة مارغارين ديرو الفارينة تمشي مع المارغارين. نخلي حتى المارغارين الدوبلي. اي دابت المارغارين البنات حنرمي الكريفات تاعي كونجلي بيان سور كيما راكم تشوفوا. نضيف فوقو كميه من مسحوق الثوم، ولا عندكم ما عندكمش ديروا سمينات. فوالا شويه فلفل اسود، فلفل كحل، كميه شويه من الكمون على بالكم حاجه تاع الحوت تحب الكمون. خلط جميع المكونات يعني المارغارين والليكروفات وليزيبيس. شوفوا ما درت ولا قطرة ما، عفوا البنات نسيت راس الحانوت. تغلي نسيت كمية من المعدنوس، يحب المعدنوس كذلك. هكذا أني نخلط البنات، نزيد نرمي زوج معارف بيان بومبي فارينا ونخلط. شوفوا على غاية العادة تاع البيشاميل استمر في التخليط ونار قليلة، ونحاول نحافظ على الحبات تاع الكريفات تاعي. شوفوا القوام كشولة، ديك الفارينة شربت لي كاع هاديك المارغارين. هنا نبدا نرمي الحليب. الحليب زوج كيسان حليب 220 مليلتر نبدا نرمي بالنص. فوالا ونبدا نخلط، ما نحبش كامل كيما راكم تشوفوا حتى تنحل الفارينه كيما البيشاميل. فوالا انا زدت نص الكاس الثاني تاع الكاس الاول، صافي درت كاس 220 مليلتر. استمر البنات كشولة قوام كريمي. نزيد من الكاس الثاني نصف باش ما يغلبناش، ونبقى نحرك بسباتول عفوا. كمل الكاس الثاني كامل، صافي درت زوج كيسان 220 مليلتر. استمر في التخليط باش الكريمه تاعي ما تلصقش هكا. او ميم طون انا نضيف السلق. صحي البنات قطعت السلق الصغير كيما راكم تشوفوا. درت له الثوم، درت له الكمون، درت له زيت الزيتون، درت له راس الحانوت وخليته يتقلى هكا براحتو. كي يطيب كامل يدبل كامل نفقص عليه ولاد الدجاج يعني البيض. بزاف بنينه فوالا البنات شوفوا القوام تاعها. فوالا هنايا نرمي مبشور الجبن الشيدار، ندير كميه لا باس بها. فوالا تجي واحد البنه ما نحكي لكمش. هاد الوصفه من اربع الوصفات تاع البوراك، حطوها في عينكم لشهر رمضان. فوالا
صراحة البنات لي كروفات يعني ماشي تقولوا كروفات غالي فوالا صح، هو 260,000 الكيلو كونجلي، مي بصح انا شريت قيس 50,000، تقدروا تشوفوا كي قيس 40,000 قيس 50,000 هكذايا، توسو البوراك تفرحوا وليداتكم وتاكلوه في الدار فوالا. على بالكم بلي البوراك تاع لي كروفات يدير يلحق حتى 15,000 في المحلات في لي غوستيرون، يلحق حتى 25,000 كاع فوالا. هكذا البنات جوست يدوبلي الجبن شيدر رابي نطفي عليه فوالا، او دابلي الفرماج في هذه المرحله ندوق صادي بول الفرماج تاعكم ولا ملح بزاف، انا حندير له رشه ملح في هذه المرحله نخلط ونطفي عليه. انا حطيت البنجره تاعي فوق طاوله العمل نخليه البنات يبرد باش نكملوا الطريقة. فوالا البنات الكريمة تاعي راهي بردت، نروحو للورق تاع الديول تاعي. شوفوا البنات نحكم من اللولة نطويها هكذا، نقسمها اونديو فوالا، قسمت ورقة ديول اونديو، نزيد اونكات كيما نخدمو البريك باش كي في كل ورقة ندير هاد المثلث تاع الديول. هاكي شوفو شو ورق تاع الديول شابين فوالا، نحط في الوسط هادية نص أربع ورقة فوالا، نحط فوقها الحشو، كمية من الحشو وحبات تاع لي كروفات. شوفوا البنات بسم الله ما شاء الله الكريمة تاعي هكذايا، ونحاول نغلق نديرو عفوا كمية من الجبن، تحبوا زيدوا لي حب المعدنوس يدير كمية من المعدنوس، ونغلق الحبة ديالي، كاين اللي يحبها طويلة كاين اللي يحبها مثلث كل واحد كيفاش يحبها. كي نغلق ما نضغطش، شوفوا البنات هكذا في النهاية باش نقفلها كمية من الماء، ماء عادي نشمخ شوية الديول تاعي ونغلقها. هذه هي حبة بوراك ديالي، نزيد نخدم معكم حبة البنات، نركد ورقة ديول ندير ربع ورقة هنا، ندير لافارس تاعي شوفوا لي كروفات عفوا، نرفد هذيك اللي طاحت لي، ندير كمية من الجبن شوية معدنوس شوية ونقفل هكذايا، نضغط ملاح هنايا باش نحكم باش ما يخرجوش منا ومنا، ونقفل عادي هكذايا، وندير كمية من الماء اي فوالا. شوفوا البنات هادو هما البوراك ديالي، بنفس الطريقه نكمل. البنات لا خفتوا الكيله تاع حبه بوراك ما تجيكم سوا سوا، كي تكونوا تحطوا هنايا تعملوا لافاس حطوا هذه باش يجيكم نفس الحجم. فوالا البنات انا كملت البوراك تاعي، درت الزيت تسخن عادي، شوفوا هادو حبات درتهم غير بالفورماج البنتي مانا ما تحبش لي كروفات. نبدا نقلي يسخن برك الزيت، نبدا نرمي بسم الله فوالا، نحاول نحافظ على الشكل كاش نحطو الحبة بوراك وين نقفلوها نحطوها باش ما تنحمش. ونوجد البنات هكا كسكاس، ما نديروش الومنيوم هكذا، ما نديروش اينوكس عفوا اينوكس، ما نديروش البلاستيك في البوراك لانه يتجلد لنا فوالا. هكذايا الحبات تاعي يطيبو البوراك ما يحبش نار قليله، ونعسوهم فوالا. نبدا نقلب البوراك تاعي وموس عفوا مغطى وخشيطة هكذايا، شوفو كاش تنفخ البوراك تاعي، صدقوني هاد الوصفة ولا أروع. إذا البنات أرطبلي البوراك تاعي نوقفو هكذايا نخليه يقطر، هذا هو الشكل النهائي البنات تاع بوراك بالكروفات بصلصة بزاف بنينة،
قابلته بالشلاضه طوماطيش، شويه ثوم، شويه معدنوس، وشويه طون، وبيان سيغ زيت الزيتون مع شويه سلق. اكله صحيه. شوفوا داك لها ثاني الفرماج كي تجي تفقس ولاد الدجاج او البيض. فوالا البنات جربوا هذه الوصفه، تستحقوا التجربه، بزاف بنين هذا البوراك. عجبتكم الوصفه ديروا لايك وابوني للقناه، وبكم استمر نحل معكم حبه. بون يتقدم البوراك دائما مع القرص، وخاصه تاع الجمبري والمغلو. نحل معكم حبه البنات باش تشوفوا القوام الداخل. بسم الله، سمعوا القرمشه، فوالا شوفوا الكريمه الداخل كيفاش، شاهدكم بالجنه. سمعوا القرمشه، شوفوا الكريمه، الله يبارك. فوالا ادخلوا تيك توك، ادخلوا الانستغرام، شاهدكم بالجنه. يا ريت نعطيكم الذوق كامل. نحبكم بزاف، دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.